الخارجية دولة وحدها؟ لا تابعة إلى كردستان. ها اي لا وزارة خارجية. وزارة خارجية تابعة لكردستان. ما يقدر يحركها محمد الشيعي السوداني، ما يقدر يحرك الوزير. ليش هسه أنت تقدر تجيب من كردستان مطلوب قضائيا؟ تقدر تجيب لك هاي غير شكل. لا شلون غير شكل؟ شلون غير شكل؟ عندي بحكومتي. قصدي شلون غير شكل؟ إذا أنت مستوى ذاك اليوم هذا اللي حكم على السيد الشهيد الأول بالإعدام واللي قتل السيد الشهيد استشهد عليه السيد الشهيد ما قدر يجيبونه. ما قدر يتحدثوا يعني ما قدروا يجيبونه لحد هاللحظة. الحكومة لا جابوه. ايه لكن الحكومة قدرت تجيبه؟ ما قدرت تجيبه. لا شلون جابوه شلون ما قدر تجيبه؟ بعد هالترتيب هذا مع الأخوة المقاومة جابوه، لكن يعني ما اجى بطريقة رسمية. لا مو برسمي. مو برسمي، مين قال لك رسمي؟ لا صار ضغط أصلا على الأكراد يلا جابوه، ما يطونه أصلا الأكراد. اوف ما يطونه الأكراد. يعني هسه هذا أنا تخيلت إنه مسلمينه تسليم للسلطات العراقية. لا بعد العراقية. الضغوطات، بعد الضغوطات الكبيرة والكثيرة اللي كانت من الأخوة حتى قدروا يجيبونه، والا هو حتى ما يتحاكم ويدخل الى كردستان ويخرج الى كردستان. وعدنا العشرات لا بالمئات من الموجودين الان في كردستان هم ضد القضيه العراقيه وضد. تمام. انا هسه رئيس وزراء وعندي وزاره خارجيه، اريد اصدر لي بيان، ما يصدرون لي بيان؟ لا طبعا يصدرون. كرئيس وزراء يعني هذا خب واجبه اليوم، احنا نقول من واجبه بانه يحث على هذا الامر، لا بل يطلب بهذا. لكن رئاسه الوزراء او وزاره الخارجيه قادره على تصدير بيان الا في حال يحتاج لها سحب نفس طويل من السيد برزان ومن السيد فؤاد.